السيد الرئيس السيد المدير العام المستعان السيد الكاتب العام السيد المسؤولين بوداديه سيبكس العقبات والاطارات العليا والمتوسطه وكل الموظفين نحب نقول لكم اني عندي صغار الحمد لله لقيت من هذا الاولاني يوم احتفالي يوم احتفالي بمناسبه سعيده هي 42 سنة على تأسيس هذه المؤسسة تسمى مؤسسة عريقة يعني ضاربة في التاريخ وهذا يدل على أهميتها التاريخية وأهميتها توا في الحاضر وأهميتها في المستقبل. الحقيقة أنا سعيدة جدا بهذه الثقة الغالية وسعيدة جدا أن نجي على رأس مؤسسة فيها 50% نسبة تأطير وفيها موظفين حتى ما همش إطارات معناها سمعت عليهم كل خير. ان شاء الله نعمل كل ما يد في يد باش ننهضوا ونزيدوا ننهضوا. الحقيقه بالمناسبه هذه نحب نشكر كل الرؤساء المديرين العامين وكل المسؤولين وكل الموظفين اللي تعداوا على المؤسسه هذه لانه نبني على اللي خدموا اللي قبلنا، نبني على اللي خدموه اللي قبلنا وننظروا ان شاء الله نظره طموحه للمستقبل لانه قطاع التصدير هو قطاع هام بالنسبه للتنميه في بلادنا. قطاع التصدير هو قطاع استراتيجي، قطاع محوري يؤثر على عديد القطاعات الاخرى يؤثر على الاستثمار، يؤثر على قطاعات معناها هامه جدا، وانا قلتها كما قلتها البارح يؤثر كذلك حتى على السياده الوطنيه، واحنا شلوج تونس كلنا كتوانسه كوطنيين انه نحافظوا على السياده الوطنيه. نحب ان شاء الله كل عام نشوفوا المركز من حسن الى احسن. تضافر جهودكم الكل، راهو رئيس المدير العام ينجم يخدم كان من الى ناس الكل، يد واحده معاتبه العمل الخدمه انا على ذمتكم. بطبيعه الحال فما يغاشي ولكن في حالات اخرى مرحبا على كل نسمع كما سمعت يوم البارح نسمعكم الخيال. ان شاء الله كل النقاط العالقه ناتي على الحلول المناسبه ليها هي باش تخدموا في ظروف احسن باش نحاسبكم اكثر. هذه وقت اللي الانسان يكون عنده معناها الحوافز حتى على مستوى البيئه والمناخ نتاع العمل في صلب المركز يكون عنده كذلك التحفيزات اللازمه باش معناها تكون عنده حياه كريمه واحنا بالاساس معناها كلنا نلوجوا على الحياه الكريمه لكل الموظفين وكل الادارات وكل التوانسه يكون بطبيعه الحال المسؤول الاول يحاسب على العمل لانه هو كذلك يحاسب على العمل لانه خاصه احنا في مؤسسه حكوميه ماناش في مؤسسه خاصه يلزمنا هذه امانه بين يدينا الكل وان شاء الله المستقبل يكون احسن وانا على ذمه وخيانا الكل وكلنا باش نعملوا عائله واحده. نشكر كما قلت كل الرؤساء المديرين العامين اللي سبقوني ولكن نؤمن انه راهو كل رئيس مدير عام قام بعمل كبير وتعب اما فما عمل اخر يستنى مرحله اخرى وان شاء الله المرحله القادمه تكون مرحله انجاز كبيره نحقوا فيها كل ما تصبوا اليه بلادنا وتنتظروا من هذا المركز وتنتظروا من اداراتها لانه هما اللي بنبنوا في البلاد. كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله السيبكس منحه الى احسن وان شاء الله المرحله القادمه تكون مرحله معناها متميزه مش بي انا اما بكم انتم اكثر وانا اختكم وصديقتكم وعلى راس المؤسسه هذه نكونوا ننهضوا بها وننهضوا بالقطاع كما قلت الهام هذا. كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله بلادنا